منها نتيجة مهمة جدا ونتيجة مفاجأة جدا، نتيجة فوز نادي حرس الحدود على النادي الإسماعيلي. أنا ليه بس بقول لحضراتكم هذا الكلام؟ لأن بكرة مباراة صعبة جدا جدا جدا، النادي الأهلي عنده واحدة من أهم المباريات خلال السبع أو الثمان السبع مباريات القادمة، السبع مباريات القادمة زي ما قلت لكم بالنسبة لنا دوري جديد، ثمان مباريات، إحنا متفقين قبل كده على الثمان مباريات، خلاص عدت مباراة فاضل سبعة، السبع مباريات القادمة دول دوري جديد خالص بالنسبة لنا وكلام جديد خالص بنفكر فيه، و21 نقطة، الدوري ده من 21 نقطة، دوري السبع مباريات القادمة من 21 نقطة. هل المفاجآت ممكن تحصل؟ كرة القدم زي ما قلت لكم فيها كل شيء، كل شيء، ما عليك إلا كلاعب إن أنت تبذل أقصى مجهود جوه الملعب. الجمهور يقف ويساند فريقه، الإدارة عملت شغلها خلاص، الجهاز الفني من المفترض أنه هو بكرة هيحط لنا التشكيل المناسب من وجهة نظره، كل الأمور دي هتحصل بكرة. لكن دايما أنا بتكلم مع حضراتكم وما بحب أتكلم مع حضراتكم بتكلم بمنتهى الصراحة، كل شيء جايز، كل شيء ممكن يحصل. احنا دايما ثقتنا في لعبتنا وفي جمهورنا وفي إدارتنا وفي جهازنا الفني على أعلى مستوى، على اعلى مستوى، لان احنا متاكدين ان اللاعبين اللي موجودين بكره في القايمه هيموتوا نفسهم علشان ال11 اللي هيلعبوا والثلاثه اللي هيتغيروا هيموتوا نفسهم عشان ياخدوا الثلاث نقاط. ده احنا متاكدين منه وده احنا عارفينه وده احنا شايفينه، لان هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده اللي اتعلمناه. والكلام اللي انا بقوله ده مش مجرد كلام وخلاص، لا، اي حد بيخش النادي الاهلي وبيلبس الفانيله الحمراء بتلاقي الفكر اتغير وطريقة تفكيره اتغيرت، بتلاقي نفسه بتلاقيه بيفكر في شيء واحد فقط، المركز الأول بس. المركز الثاني ده زيه زي الثالث الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والكلام ده، احنا بالنسبة لنا كده كأهلوية. في ناس بتبقى مبسوطة بالمركز الثاني، في ناس بتبقى مبسوطة بالمركز الثالث، في ناس بتبقى مبسوطة بالرابع وهكذا، ولكن النادي الأهلي غير، النادي الأهلي مختلف زي ما قلت لكم قبل كده. وكان بالمناسبة كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي كان هو نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، ما كنا في ماتش الصفاقسي، ماتش الصفاقسي كسبانين ومبسوطين وفرحانين بعد الماتش يعني، وخلصنا الماتش وقاعدين، قال لك بقى في اجتماع مع رئيس النادي ونائب رئيس النادي ومع مانويل مستر مانويل كباتن. طبعا دخلوا الكابتن حسن والكابتن خطيب ومستر مانويل، قال لك يا جماعه الف مبروك، الصراحه عملتوا ماتش كويس وكسبتوا، الف مبروك، خلاص بقى نقفل الموضوع ده ونحط الكاس ده في الدولاب، الكاس ده دخل الدولاب، نفكر في الماتش اللي جاي، كان عندنا في ماتش في الدوري بعديها باربع خمس ايام. قال لك خلاص بقى يا جماعه احنا خدنا البطوله الافريقيه، خدوا بال حضراتكم البطوله دي كانت ايه؟ متعادلين في القاهره 1-1 وبرده ماتش صعب بتلعب نادي الصفاقسي واحد من اهم وافضل الفرق في افريقيا وكذا وكذا. طلع الكابتن الخطيب اتكلم معانا قال لنا يا جماعه هو ده النادي الاهلي كده، الف مبروك هايلين، كنتوا كويسين، كسبنا بطولة، عملتوا ماتش كويس، كذا 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 كذا، الدولاب، حطوا بقى الكاس ده في الدولاب خلاص. وبعد كده فكر بقى في الماتش اللي بعده، كان حرس الحدود على ما أتذكر، عندنا ماتش مهم في الدوري، نفكر في ماتش الدوري. هو ده النادي الأهلي، هو ده كيفية التفكير خلال الفترات القادمة أو خلال من 1907 وحتى الآن، وأعتقد لغاية